الأهلي يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع إم بي 2-2 وفوز سهل جدا يضيع من النادي الأهلي. كابتن شريف هارد لك، تعادل بطعم الخسارة. فوز سهل فعلا. التأخر في النتيجة جه نتيجة عن الملعب مش مظبوط، فمستر كولر ضبط الملعب بالتغييرات، فبقت ليك انت الافضلية والاستحواذ والهجمات اللي انت ممكن تجيب منها اهداف، وده اللي حصل فعلا. ابتدت الاطراف تطلع ما كناش شايفينها خالص. لقينا محمد هاني في 3-4 كور، 5 كور في الشوط الثاني ممكن يبقى منهم اهداف. لقينا عمر كمان عبد الواحد بيلعب في الناحية الشمال وبيعمل امدادات وكل حاجة. وبعدين وصلت الكرة سليمة واتلعبت صح، وكهربا خلاك في المقدمة تاني 2-1 بعد ما ضبطت الملعب بالتغييرات والكلام من ده، وخرج مودست ونزل أسامة أبو علي. أسامة و أسامة أبو علي وأكرم توفيق ورضا سليم. ورضا سليم بعد كده عمل تغييرة غريبة جدا، مفيش حد بيشتكي، مفيش حد أي حاجة، راح منزل أكرم واعتمد على ان الماتش خلص خلاص وانتهت القصه بالنسبه له، ونادي احمد عبد القادر. فاتحولت من بعد ما انت كنت مسيطر عن طريق رضا سليم وعن طريق محمد هاني وعن طريق الاطراف، وفي تعامل وفي هارموني مع الفرقه كلها مع بعض، ابتدت الحكايه تروح لعدم تفاهم خالص. بقى في لعيبه عايزه تثبت ان هي بقى كتير بره الملعب وعايزه ترجع، فعايزين يعملوا اي حاجه فرديه يثبتوا ان هم موجودين، او عايزين يرجعوا يلعبوا تاني، او يعملوا اي تاثير. هم اصلا التركيز بتاعهم مش موجود وبعاد عن الحكايه خالص، فبقى بتتقطع منك الكره ويحصل منك كاونتر اتاك عليك، او ردود فعل ان الفرقه بتبقى موجوده، فرقه ام بي اللي هي مش موجوده اصلا، انت اللي بقيت بالميز باص بتاعك وبافساد الهجمات بتاعتك، وفرقتك كلها هجمه لجوه، واصبح نص ملعبك اهو. لو وراني لو يرجع سمير يوريني الهجمه اللي جابها، ده الشوط الاولاني. كويس، عايزين نشوف الشوط الثاني يا سمير لو امكن، بس تجيب لي الحاجات. وبعدين احنا الفرقه الوحيده بقينا اللي في اي حته، اي حد بيستلم مننا الكوره، اي حد اهو، يعني الشواهد ابتدت من فرصه زي دي اللي هي دخلت فينا جولين النهارده بنفس الشكل، العرضيات دي. ده الشوط الثاني اللي سمير جابه، ادي الشكل، خدت بالك؟ ايوه. اللي احنا بقينا متحكمين في الوقت، احنا عاملين عليهم ضغط. أيوه. ممكن اي حد يغلط ويجيب لك. سمير بس جايب شوط اول وشوط ثاني، هو جايب الملخص. الملخص بتاعه. ايوه جايب الملخص. دي احدى الكور برضو اللي كانت في اول شوط، تقدر تترجم لك السبق التهديف يعني. ايوه. المهم ان انت وصلت لسبق التهديف، وطاهر محمد طاهر راح من ناحيه اليمين وعمل كوره كويسه جدا، وراحت لكهربا وجاب جول كويس. وانسى انك انت بقيت انت الليدنج، وانت كنادي اهلي واللي احنا اتكلمنا فيه قبل الاستوديو، لازم تغطي الجول بتاعك الثاني يعني على طول. الفرقه الثانيه بتفتح خطوطها، لازم كنت عندك من الثقه وفتح المسافات بينهم، وانك تعمل ثغرات جوه الدفاعات اللي هي بتاعت ايبي، اللي هي دايما اي فرقه انت بتلعبها بتبقى مستنيه الهدف، انت اللي بيبقى عندك التنفيذ هو اللي ناقص في الهجمه. مش عايز اطول عليك فيه، ان سبب ان احنا واحنا بنتفرج مباراه منتهيه ها اكلينيكيا يعني، ولكن بتحط عنصرين جوه الفريق ما بيبقوش معاك، وهم بره فكريا وتركيزا ومش قادرين. فبدل ما بنلعب 11 و12 و13 وبالسرعات وكل، لا احنا بنلعب 8. وبعدين اللعيبه نازله زعلانه، ما لهاش نفس تلعب، هو منزلنا ليه يعني؟ كل ده باين وواضح في الصوره. بندفع ضريبه حاجات كتير قوي. عايز اطلع حقيقه، عايز اشوف مستر كولر النهارده هيقول ايه. وبعدين انت للمره الاخيره ومره بقولك انت عندك من التشكيل اللي هو لعب وجبت الجون وبقيت 2-1 لما حصل التغييرات،
ليه ما بنبتديش بالتشكيل ده؟ هو احنا بقى مكتوب عليا ان انا لازم اتاخر التاخر ده كله في كل ماتش وبعد كده اغير لما اتزنق او يحصل اي حاجه، وانت عندك التغييرات وعندك بنسميها اللعيبه سنا على الاقل، هنتكلم عن السن، عندك لعيبه سنها صغير وعايزه تلعب وعايزه تدي، والكره بتدي اللي بيجري، ها الكره ما بتديش اللي هيقف واقف مستني خطا من اي حد عشان يترجم. احنا مش احنا عايزين لعيبه تبقى افكتيف، يعني لعيبه منتجه في المنطقه اللي بتلعب فيها. حتى كهربا بيحاول كويس، بيجري للكوره بيروح للكوره، او النهارده مضيع كورتين وحاول في كوره قبل ما يجيب الجون الثاني. يا ايمن انا وانت اتكلمنا في الكره اللي خدها وراح لففها، قلت لك والله كويسه بس اهو بيحاول، اللي بعدها على طول جول، فهمتني؟ لانه بيجري وبيستلم وبيطلب الكوره. انما في لعيبه انا ما اعرفش مستر كولر بيبتدي بيهم ليه اصلا، ومفروضين ليه على الفرقه عشان ايه اصلا؟ عشان ايه؟ انا ما اعرفش. بهدوء كده يعني من غير ما نحسس على اي حاجه، اتكلمنا على الماتش اللي اتغلبنا فيه من بنك الاهلي، وكان فيه دروس مستفاده كتيره جدا، ان انت مش عارف تغطي الجول بتاعك، بتبقى ليك التفوق وليك وبيحصل لك حاله رسوب. هل ده حاله رمضانيه او ده الصيام بيعمل كده واللعيبه متاثره؟ ممكن. هل ده خروج والدخول في السفر والبتاع ده؟ كل ده ممكن. ولكن اللي مش ممكن انك انت يبقى عندك فرقه تقدر تكسبك اي فرقه موجوده، انا مش شايف مستوى في الدوري يعني يخضك او اي حاجه، انت عندك فرقه تقدر تبتدي بيها الماتش، اعتقد انك تقدر تطلع اول هاف تايم 2 3 يعني، ده من رؤيتنا احنا كلاعبي كوره. فهارد لك، وان اللي جاي بقى لازم تبقى دروس مستفاده، وعندك ماتش كمان يومين ثلاثه يعني، كمان يومين مع زد. زد فرقه اعتقد انها فرقه كوره، فرقه كويسه، فرقه كوره صحيح. ف لازم يبتدي بدايات تانية خالص ويغير الفكر ده. كابتن أسامة، ضاع فوز مهم النهاردة من النادي الأهلي، يعني احنا كنا بنشوف إنبي بيشارك في الهجمات على استحياء، يعني السيطرة كلها للنادي الأهلي، الخطورة للنادي الأهلي، الأفضلية للنادي الأهلي، ولكن النتيجة مش في صالح النادي الأهلي. صحيح. يعني احنا ما طلعناش بين الشوطين، يعني انا كاتب هنا ايه، فريق مستني يتغلب اللي هو فريق إنبي، مفيش حاجة تاني. يعني انا ما شفتش انبي اوحش من كده في اسوأ حالاته. الجون مهزوز، خط الظهر كله مهزوز، بيوصلوك للجون زي ما انت عايز، بتوصل للجون بكل اريحيه، ما عندهمش هجمات خطر على مرمى مصطفى شوبير، فرقه مستسلمه تماما، يعني مستسلمه تماما. يعني انا حتى كنت بقول لكم انا مش عارف هم ازاي في المركز الثاني. فالنادي الاهلي هو اللي اضاع فوز سهل جدا، يعني جاب 1-0، وزي ما كابتن شريف قال كان ممكن يجيب كورتين ثلاثه، بنضيع بسهوله جدا مودست وكهربا ورضا سليم، وبنضيع فرص سهله جدا. جه في الجون ماشي، بيحصل كره من خطا واتلعبت سريعه، الكره الاولانيه عملوها كويس، رجعت تاني بجون جميل لكهربا وفي الدقيقه 75 او 73، وبعديها عندك 3-4 فرص سهل جدا تجيب الجون الثالث والرابع كمان. انا بقول لك اخطاء قاتله في فرقه انبي، مفيش، مش شايف انه في شراسه مثلا في خط الدفاع، مش شايف انه في شراسه في الخط الامامي، كورتين بكل بسهوله قدروا يجيبوهم جون، وبالذات الكره الثانيه كمان في اخر ثانيه تقريبا، او يعني دي 94 ولا 95. فانت اللي اضعت المباراه النهارده، فرص بالجمله يعني في متناول معظم اللعيبه، يعني متهيألي ما فيش حد ما ضيعش، يعني طاهر ضيع، موديس ضيع، كهربا ضيع، احمد عبد القادر ضيع، رضا سليم ضيع. ف يعني اقول ايه، اقول هارد لك، بس هارد لك لما يكون كمان يعني انت عملت كل اللي عليك، بس الواحد متضايق انه ضاع منك المكسب. كان في المكسب كان قريب جدا يعني بكل بساطه، يعني فانا شايف انه في اخطاء طبعا حصلت في كرة الجونين، اخطاء سهله جدا في الهدف الاول اللي جه فينا والهدف الثاني، ولكن في المقابل برضو انت كان بسهولة جداً
تخلص على انبي بهدف تاني يبقى فرق صحيح. اثنين ما كانش ليهم اي فرصه صحيح. فنتمنى الاخطاء دي تتدارك الفترات الجايه وسواء من مستر كولر او من اللعيبه يعني صحيح. لانه مش عايزين نقعد نستنزف نقط كده ملهاش لازمه يعني انت خسران صحيح. ماتش البنك الاهلي ثم النهارده تعادل ومع انك انت فرصه كبيره جدا انك تعتلد جدول الدوري بفرق كبير جدا عن اقرب منافسيك يعني صحيح. فان شاء الله تتعوض بقى الماتشات الجايه باذن الله رب العالمين. كابتن عادل النتيجه غير متوقعه وعكس سير المباراه ده اكيد يعني ولكن خلينا نتكلم انه انت مش وحش في الدوري. اخر مباراه انت خسرتها 4-3 يعني النادي الاهلي دخل فيه 4 جوان. المباراه اللي بعديها في الدوري النادي الاهلي يدخل فيه 2 6 اهداف وبتجيب 5 اهداف يعني مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده دلوقتي 22 جول ليه وعليه 11. عمر ما النادي الاهلي يعني المعدل بتاع الاهداف 1 يعني معدل مثلا 2 و لكن النادي الاهلي 11 دي كتير قوي عليه قوي 11 جول كتير دي واحد. ليه بقى الاسباب اللي احنا بنتكلم فيها دي انك انت ماشي وحش في الدوري؟ ليه؟ لاسباب معينه في مستر كولر نفسه. مستر كولر يعني انا بيتهيألي تركيزه بيبقى في المباريات الافريقيه اكتر كتير قوي من مباريات الدوري. واحد عدم اللعب باللاعبين في الاماكن المناسبه. النهارده لو شفت الناحيه الهجوميه كهربا بيلعب طرف شمال، مدرس في الوسط، طاهر محمد طاهر يعني مغير مكان كهربا ومغير مكان طاهر الوحيد اللي كنت مثبته، فدي بحد ذاتها انت برضو عدم اتزان الملعب. تعالى على الحته اللي ورا تبص تلاقي نفسك وانت بتلعب عمر زي ما اتفقنا بتلعبه باك ليفت وانت في احتياجك للعيب يجهز علشان مباراه افريقيا. ادي دي كمان حاجه تانية. حته نص الملعب انت بتتكلم في انت غيرت في زي ما الكابتن شريف قال احنا عدلنا الملعب في التغيير الاولاني، رجعنا غيرنا التغيير الثاني برضه عمل خلل ثاني في الملعب. ثلاثة انت ليه بنغير في وقت متاخر واحنا اصلا في مرحله اجهاد كبيره؟ يعني المفترض انه اتعمل لك 5 تغييرات. 5 تغييرات دول بيعملوا ايه؟ بيغيروا 50% من الفرق. يعني انا بقولها كتير الاتحاد الدولي لما بيديك 5 تغييرات دول بيناقشوا اللعبه وبيشوفوا اللعبه كتير قوي وبيتكلموا على الايجاد وبيتكلموا على الضغط بتاع المباريات وبيتكلموا على السرعات وبيتكلموا على الحاجات دي كلها. فانت لما تيجي تغير بيديك ال5 تغييرات عشان تغير بين الشوطين. انا مش بقول احيانا في مدربين ما بيغيروش بين الشوطين بس لما تكون الفرقه ماشيه كويس، لكن الاصرار على انك تغير في الدقيقه 86 وفي الدقيقه 70 وفي الدقيقه 75 يعني انت بتدي اللعيب اكتر وانت في حاله اجهاد. انا مش بقول كده علشان احنا تعادلنا النهارده، انا بقول لك كده لانه واضح في ماتشات الدوري لما بترجع من افريقيا ليها المفترض ليها طرق اخرى. الطرق الاخرى ايه؟ حاجه من الحاجتين، لا تستغل اللاعبين من الناحيه النفسيه اللي ما بتلعبش عشان تستنفرها عشان تنزل تكسر الدنيا عشان يبقى ليها مكان جوه الفرقه، لا حاجه تانية لا انت تلعب باللعيبه المجهده وتاخد المباراه انك تلعب بالتشكيل يكون منتظم وشكله كويس. يعني في تلك الحالتين يا كابتن ايمن انا شايف ان النهارده ضياع البونتين من النادي الاهلي احنا اللي ضيعناهم. الا يعني احنا اللي نتحملهم كجهاز وكلاعبين، كل الاثنين يتحملوهم. واحد كجهاز انه يعني استقل المباراه بتغييراته، اللاعبين حتى في الملعب انت كسبان 2-1 فين الروح بتاعتك؟ فين جدعنتك انك تقف؟ يعني ازاي يخش فيك كره ثابته جول؟ يعني الكره الثابته اللي بتخش دي بتخش في الانديه الصغيره. الانديه الكبيره ما ينفعش يدخل فيها كره ثابته، ليه؟ علشان المفترض انت الاقوى فرديا بينك وبين اي فرقه بتلعبها، فما ينفعش انك انت يدخل فيك جون كره ثابته. انت بتحصل لك ايه دلوقتي؟ انت في 6 نقاط فقدت منهم 5 نقاط. في اسبوعين. فانا بتكلم على الدوري يجب انك انت عشان تريح نفسك مبكرا وعلشان ما تدخلش في دوامات عدم الثقه شويه من الجمهور للاعبين والحاجات دي كلها كابتن ايمن، يجب انك تاخد المباريات اللي هي بتاعت الدوري. وانت احنا اتكلمنا في بدايه الاستوديو قلنا
كل مدرب بيمسك النادي الاهلي بيبقى محظوظ. بيبقى محظوظ بايه؟ بيبقى عنده حوالي 25 لعيب كويس. اجعص نادي في مصر ما عندوش 10 كويسين، دي حقيقه، ما عندوش 10 لعيبه كويسين تعرف تغير ما بينهم، تعرف. والحاجه الثانيه المهمه، يعني اي لعيب بينجح فليه الفرقه. فبيجي وقت عليك انت كمدرب ممكن تكون عندك فكره بتنجحها، بس احيانا ما تجيش على حساب فرقه، انت فاهمني؟ فاكيد يعني الفتره القادمه مستر كورة لازم هيستفاد من الاخطاء اللي عملناها. احنا عملنا اخطاء النهارده بالجمله في كره القدم، يعني انا بكلمك على عدله ملعب ما عملناهاش في البدايه، ولما جينا عدلناها رجعناها تاني. فكل الحاجات دي يجب ان هي تراعى شويه، لانه بالشكل ده الدوري في خطر. ليه بقى؟ لانك انت هتبقى مجهد، انت بتفكر في افريقيا، هتلعب بكل قوتك في افريقيا، فلازم ترجع يكون في صف تاني انت بتعمله. الصف التاني بيتعمل ازاي؟ اكيد انت تدريبك منتظم، واكيد انك انت عندك اجهزه وعندك الـ 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 الاستشفاء بتاعتك للاعبين، وعندك الحاجه التانيه الجي بي اس والحاجات دي كلها، انت بتعرف لعيبتك رايحه فين. الناحيه بقى النفسيه، الناحيه النفسيه دي مهمه جدا، ان انا اعمل منافسه، اعمل منافسه ما بين لاعب واثنين وثلاثه. يديني احيانا زمان كان اللعيب بيبقى مصاب مش عاوز يلعب، مش عاوز يطلع، بيخاف. ليه بيخاف؟ عشان اللعيب اللي هينزل هيلعب مكانه هيكسر الدنيا. ليه بقى؟ لانه هو عارف ان جهازه لما انت هتبقى مش كويس مش هيلعبك. فدلوقتي انا بحس باللعيبه الحته اللي هي عندها ايه، ان في مجموعه ومش مجموعه. لا، انا بقول للعيبه لازم انتوا لازم كل لعيب ينتهز الفرصه ويطلعني. جميل جدا المدربين بيحبوا دي، يمكن انا من المدربين اللي بحبهم، لما بقول للعيبه انا لما اقعدك بره انزل اثبت لي ان انا كنت غلطان، لكن لو اثبت ان انا صح، طب ما انا اقول لك ما انا صح خلاص، يبقى انا لما اجي اعمل دي تاني معاك ايه اللي هيحصل؟ ما تقدرش تكلمني، لكن انزل اثبت لي انك انت صح، ساعتها افكر 100 مره ان انا اقعدك. ولكن هارد لك، احنا مش عاوزين نقلب العمليه، احنا عندنا اهداف كتير قوي وعندنا مباريات كتير قوي، ولا في الدماغ خلاص المباراه انتهت، بس لازم نتعلم من اني طول الوقت قدرك كنادي اهلي ان الفرق يعني النهارده انبي ما كانش كويس في الكوره، يعني خلينا نتكلم كلام منطقي، يعني ما كانش كويس. يعني انا وجهه نظري تعادل غير مستحق، ولكن صراحة. ولكن كره القدم لا تعترف الا بالنتائج. طبعا طبعا، في الاخر نتيجتهم هم نجحوا، لانه هو احنا الاهلي يكسب، انبي عاوز يتعادل، انبي كل اماله انه يتعادل او يعمل نتيجه تخسر مش برقم كبير، ولما يكسب انبي فرقه كبيره اعتبر. لكن في الوقت الحالي بيلعب بطل افريقيا، بيلعب بالنادي الاهلي، فهو انبي يعني الحته بتاعت ان هو النهارده خد البونتين، فهو رغم ان جوه الملعب انه كان مش كويس قوي، لكن في الاخر راح لهدفه. انبي راح لهدفه، الاهلي هو اللي تاه عن هدفه. صحيح كابتن بلال، هو انبي حقق الهدف بالرغم انه ما قدمش مباراه جيده، السيطره كانت للنادي الاهلي، النادي الاهلي خسر نقطتين. بس خليني اكلمك على نقطه المباراه الثانيه على التوالي. النادي الاهلي يكون متقدم وما يقدرش يحافظ على هدف التقدم. اه طبعا، حاجه من الحاجات السيئه في الوقت الاخير انك انت تبقى كسبان 2-1، بتلعب فرقه يعني مع احترام الشديد طبعا لتاريخ انبي في الدوري العام وامكانياته وقدراته، لكن فرقه يعني ما وصلتش عندك غير بهجمه او هجمتين تقريبا، يعني هجمه الجول والهجمه اللي قبلها بتاعت مصطفى، لكن دي الكره الاخيره دي ركله ركنيه. ففرقه توصل بثلاث كور او بكورتين تسجل جولين، او بثلاث كرات تسجل جولين، ده موضوع صعب جدا يا كابتن ايمن. في مشاكل كتيره جدا، خد بالك. المشاكل الكتيره اللي موجوده، اولا مشاكل فنيه، يعني اول حاجه مشاكل فنيه، تاني حاجه مشاكل تتعلق بـ 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 بشخصيتي جوه الملعب. تمام، انا النهارده كراجل مدير فني
النهارده كمدير فني بعد التحليل اللي حللته المباراه اللي فاتت وطريقه اللعب والكلام اللي كلمته في المؤتمر الصحفي وان دي طريقه لعب مختلفه وان انا بغير طرق اللعب بتاعتي؟ لا انا ما شفناش الكلام ده النهارده خالص نهائي. انت النهارده فرقه في المتناول، انا لو لعبت ابقى احسن من لعيبه انبي، يعني انا لعبت كده ابقى احسن منهم. الاداء بتاع فرقه انبي وهم نازلين النهارده الملعب ما بيبصوش خمس ست كرات ورا بعض. انت النهارده كان بعد تسجيلك الهدف الاول كان ممكن تسجل الهدف الثاني وتروح تسجل الهدف الثالث وتسجل الهدف الرابع. حاجه يلام عليها المدير الفني ويلام عليها اللاعبين ايضا. خد بالك مش بس المدير الفني، يعني ما ينفعش نقول كله عند المدير الفني، لا في جزء كمان عند اللعيب. انا النهارده شخصيتي في الملعب النهارده، يعني احنا زمان خد بالك كنا احنا واحنا لعيبه بيعلمونا المدربين نعمل تيست للعيبه اللي في الملعب اللي قدامنا، نضغط عليهم نشوف نروح نرقص نخش واحد يعني كره جامده شويه نختبر القوه بتاعته، فاهم قصدي؟ يعني نعرف الجيم رايح فين، هل الجيم رايح لجيم قتالي هنحارب طول الماتش ولا جيم سهل ولا جيم فيه كوره؟ تمام. انا كلعيب نفسي مش بس المدير الفني اللي بيقول لي الكلام ده، لا لعيبه النهارده في الملعب من وجهه نظر الشخصيه افتقدنا السبيريت بتاعه النادي الاهلي. خد بالك احنا قاعدين بره، يعني عمالين فين الجول الثاني؟ انت بتجيب الهدف وبتتراجع ليه؟ بتتراجع دي برضو دي كومن ما بين المدير الفني واللعيبه. خد بالك يعني انا كمدير فني، طب ليه احنا بنتراجع يا جماعه؟ انت افضل واحسن وبتنقل كوره ورايح على الجول وعندك مساحات في الملعب وهم عندهم ميس باس كتير جدا جدا جدا، وانت مع ذلك سجلت الهدف الاول وتراجعت لحد ما هم سجلوا فيك الهدف الثاني وابتديت ترجع ثاني، فاهم قصدي؟ تبدا تدور على الهدف الثاني، سجلت الهدف الثاني وبرضه يعني وقفت برضه مش تراجعت بقى. المحافظة على الهدف. لا بص يا كابتن، انت اتدلعت بعد الهدف الثاني مش تراجعت، فرق في الاثنين. انت في الجول الاول تراجعت، في الجول الثاني اتدلعت شويه، اللعيبه عايز تباصي وانت واقف وبتاع، يعني الشخصيه بتاعه المكسب مش حاسسها، مش حاسس ان انا عايز اجيب جول ثالث، فاهم؟ مش حاسس ان انا عايز اخلص على الماتش اقضي عليه. جات لي 3 4 فرص اخلص الماتش بعد جول كهربا، لا انا واقف بعمل كده باصي الناحيه دي وباصي الناحيه دي وباصي. حتى طريقه الاستحواذ كانت على الواقف، انت بتبص الكره على الواقف، ما حدش عايز يتحرك، مش عايز يروح على الجول، ما حدش بيتكلم. افتقدنا النهارده حاجه مهمه جدا 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 وافتقدناها برضو الماتشات اللي فاتت، بس احنا ساعات لما المكسب بيبقى موجود خد بالك بتتغاضى عن بعض الاشياء. الليدرز اللي في الملعب، القائد اللي في الملعب. طبعا مفيش يا كابتن، مفيش النهارده انا ما شفتش واحد يقول يلا يا جماعه يلا خلاص طب نجري نتنحر شويه نلعب بقوه شويه نركز اكتر من كده نضغط عليهم اكتر من كده نقفل الجيم احسن من كده. خد بالك دي مهمه برضو اللعيبه ومهمه المدير الفني. ثالث حاجه المدير الفني بعد ما كسبت لا داعي لهذه التغييرات. انا مش بتكلم على تغييرات اللعيبه، انا بتكلم على البوزيشنز. تمام لا داعي خلاص انت كسبان شايف فرقتك، يعني ما عندناش الشراسه في الملعب خلاص يبقى نلتزم الحته الدفاعيه اللي عملتها زي الماتش اللي فات، التزم بقى حته دفاعيه أأمن الخطوط بتاعتي أقف. هم خلاص كانوا هم الجيم خلاص بالنسبة لهم كان خلص خلاص. أنت فتحت الجيم بنفس طريقة اللعب، الباس وتدي له فرصة إنه يروح، تدي له فرصة إنه يرقص، واللعيبة في الملعب واقفين في الملعب، مفيش نحرارة في مفيش قوة في الملعب، مفيش شراسة، مفيش شخصية في الملعب. أنت ما يميزك أساسا الشخصية بتاعتك، شخصية اللعيبة في الملعب، ما يميزك القوة اللي بتلعب بيها، وبعدين بتيجي المهاره. ما هو ساعات يا كابتن ايمن انا وانت في ما يبقاش يومنا النهارده في الملعب، تمام؟ لكن ايه اللي بيفرقني عنك او يفرقك عني؟ ان انا اكون موجود بشخصيتي في الملعب. ممكن فنياتي ما تبقاش على حاجه النهارده، ممكن الكره ما تكونش ماشيه معايا، اكون النهارده باد لك مش يوم دي اوف بالنسبه لي، لكن وانا دي اوف لا انا شخصيتي موجوده في الملعب، بحارب وبقاتل وبجري وبعمل سبرنت لحد الدقيقه 95. لكن ده ما حصلش النهارده الشوط الثاني مع الاهلي، مع ان خد بالك والله اسهل مباراه خطها دي اسهل بكتير جدا من الماتش اللي فات بكتير جدا، يعني مباراه في المتناول. يعني انا ببقى حزين ساعات انك تخسر ماتش زي ده، يعني عارف لو انت لو الفرقه الند بالند وخلاص خلاص هي دي كره القدم، انت بتروح وهو بيروح انت بتضيع وهو بتضيع، انت بدلك النهارده مش ماشيه خلاص، هو حط واحده جت انت حطيت واحده في العارضه وخرجت، هو حط واحده خبطت داخل الجول خلاص ماشي خلاص هي دي كره القدم. وارد انك تتعادل، وارد انك تتغلب عادي جدا، لكن النهارده يبقى الجيم بتاعي وانا اللي مسيطر والفرقه اللي قدامي مستسلمه بالشكل ده واخرج بنتيجه 2-2 حتى مش 1-1 يعني يجيب فيها جولين، لا الخطا خطا عندي انا. خد بالك انا لسه قبل الماتش يا كابتن كنت بكلمك في ايه؟ انت الماتشات المؤجله دي مشاكل بالنسبه لك مش حاجه جيده،
لان انت كل ما تعدي خد بالك انت بترجع لورا خلاص. انت خد بالك تسع ماتشات المباراه اللي قبل اللي فاتت كنا سبعه والفروقات يعني بنعد لو كسبنا والله سبعه في سبعه ب 49. لكن انت الماتش اللي فات خسران ثلاثه، الماتش ده خسران اثنين، عندك ماتش كمان يوم مش هتلحق تريح. وان خد بالك وعشان ما نحملش المدير الفني النهارده على فكره في سبع لعيبه في ملعب مش مجاهدين. يعني النهارده ما تيجي تقول التشكيل عمر كمال عبد الواحد واحمد نبيل كوك ومجدي قفش ومحمود كهربا وانطوني مودس وطار محمد طار، ما دي لعيبه ما بتلعبش كتير في الملعب. يعني دي المفروض لعيبه تسيب جلدها في الملعب، ده طبيعي، ده اللي المفترض كنت النهارده نعمله، وده اللي المفترض نعمله المباريات اللي جايه. احنا بنقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ لان انت لسه ده جزء صغير من الصعب، الصعب الكبير لسه ما جاش. ده النهارده خد بالك ده تاني مباراه على التوالي، تاني مباراه على التوالي. ده انت لسه ده انت عندك 8 ماتشات ورا بعض، 8 ماتشات ما عندكش وقت للراحه، لازم تركيز قوي جدا جدا جدا. صحيح. لازم شغل قوي جدا، لازم يبقى كباتن الفرقه كمان مش بس المدير الفني، كباتن الفرقه لازم يكون لهم دور كبير جوه الملعب. عشان اللي احنا بنشوفه النهارده جوه الملعب ده لا، محتاج الاهلي محتاج قاده جوه الملعب. صحيح. طيب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Es hat ein bisschen Mühe, ins Spiel zu kommen, Rhythmus zu finden, um schnelles Passspiel aufzuziehen. Das hätten wir ein bisschen schneller machen müssen. Habe aber da natürlich auch ein Verständnis, weil wir natürlich jetzt auch in einer englischen Woche sind. Sind dann trotzdem in Führung gegangen, haben dann zweite Halbzeit versucht, auf das zweite Tor auszukriegen. Dann ja, denke ich auch an ein Tor, ein nötiges Tor. Wir kommen wieder zurück, schießen das zweite Tor. Ich bringe Spieler rein, ne, um das Spiel zu beruhigen, um noch Ballbesitz zu haben. Aber wir rennen alle nach vorne und ja, kriegen dann auch auf dem Eckball wieder in der Nachspielzeit ein Tor, das eigentlich völlig unnötig ist. Man braucht viel mehr Ruhe, viel mehr Ballbesitz. Und wichtig ist eigentlich immer das Team, aber der eine oder andere schaut leider für sich und das ist nicht gut. احنا بدانا الشوط الاولاني خدنا وقت عشان نخش في المباراه، كان وناخد ريتم، قعدنا الباصات بتاعتنا ما كانتش مظبوطه، الريتم بتاعنا ما كانش مظبوط، قعدنا وقت عقبال ما خدنا في المباراه. وده انا متفهمه بسبب ان احنا طبعا بنلعب اسبوع انجليزي، بنلعب كل يومين، ففي حاله ارهاق وتعب، فعقبال ما خدنا في دخلنا في الجيم خدنا وقت، جبنا جون، ده سهل لنا الامور شويه. نزلنا الشوط الثاني بتعليمات ان احنا نلعب اسرع، ان احنا كنا بطاء جدا في الشوط الاولاني، التمرير بتاعنا كان بطيء، نزلنا بتعليمات اكتر ان احنا عايزين نجيب جون تاني ونبقى افضل، كان شكلنا احسن شويه الشوط التاني، ولكن دخل فينا جون بدون اي داعي. بعد كده بدانا ان احنا نمسك كوره، بنضغط جامد، جبنا جون، وبعدين نزلت لعيبه في اخر 10 دقائق في المباراه عشان اهدي الريتم، ومدي لهم تعليمات بان احنا نمسك كوره، نهدي الريتم، ان احنا نكسب وقت. ولكن فجاه كده لقيت اللعيبه في الاخر بتجري كلها لقدام، وفي حاله صربعه وتسرع، وكله ما بيجري لقدام، فاتحسب علينا كورنر في الوقت اللي انا المفروض مدي تعليمات نحتفظ بالكوره وما نفقدش الكوره، بيتحسب علينا كورنر برضو بنفس التسرع، يخش فينا جون برضو تاني بدون اي داعي في الوقت الضايع. اعتقد مشكله كبيره ان يبقى في لاعب او اتنين بيفكروا في نفسهم اكتر ما بيفكروا في الفريق. كلمة لوس جات الديار، طبعا عارف النهارده تعادل بطعم الهزيمه لمستر كولر النهارده اكيد غاضب بالنتيجه. ايش كان يفشل ده سيستم يعني؟ متى يتم انتهاء من مسلسل اضاعه الفرص السهله اللي بيخلي الفرقه بتخسر نقاط كتير جدا وده بيأثر على نتائج الفريق بشكل عام؟ متى يتم انتهاء الهزيمه؟ Ich weiß, kann mir vorstellen, dass es dann unentschieden dann mit bitter wie eine Niederlage für sie, und ich glaube, kann ich mir vorstellen, dass sie wütend sind über das Ergebnis, aber jetzt wieder das Chancen. Die Chancen, die wir vergeben, sind viel zu viel, wir verlieren zu viele Punkte, zu viele Spiele wegen die Chancen. Wann endet diese Katastrophe oder diese Krise dann mit den Chancen vergeben? Ja, wenn wir Tore schießen. Also das hat natürlich klar mit der Konzentration zu tun, mit den Möglichkeiten auch, und dementsprechend ist das ja auch nichts Neues. Wir können
nicht groß trainieren. Wir trainieren mit denen, die nicht gespielt haben. Jetzt ist wieder, jetzt haben wir drei Spiele hintereinander, nur zwei Tage dazwischen. Das heißt, Regeneration, die jetzt nicht richtig gespielt haben, die werden trainieren, die können die Torschüsse üben. Es ist so, dass wir halt das auch immer wieder sagen, dass wir auch im Training mehr Tore, mehr Konzentration brauchen. Und ja, das ist schlussendlich der Schlüssel. المسلسل ده هينتهي لما احنا نبقى بنحول فرص لأهداف. ده هيحصل امتى؟ لما يبقى التركيز اعلى قدام الجون، لما يبقى في دي بتبقى جزء منها تركيز، جزء منها بدني، جزء منها تدريب. بس احنا ما عندناش وقت حاليا نتمرن. احنا بنلعب كل يومين ماتش. اللي بيتمرن بس اللاعب اللي ما بيلعبش. اللعيبه اللي بتلعب بتنزل تعمل استشفاء وتنزل الماتش اللي بعده على طول، لان ما فيش غير يومين بس، 48 ساعه من كل ماتش والتاني. فاللعيب يا دوبك بياخد استشفاء وينزل الماتش اللي بعده. ده اللي بيلعبه، واللي ما بيلعبوش هم اللي بيتمرنوا. ف ده صعب، وبنحاول ان احنا نحسنه قدر الامكان. بحاول اتكلم فيه كتير، بنحاول ان احنا ندي تعليمات. اتمنى ان الكابوس ده يخلص يعني قريبا، بس مش حاجه جديده يعني للاسف. Wir haben jetzt dann heute zwei Tore bekommen, dann gegen Bank Al Ahli, das letzte Meisterschaftsspiel, vier Tore, das sind sechs Tore bekommen dann in zwei Spiele. Ist es dann ein Indiz dafür, dass wir ein Problem haben dann in der Abwehrkette oder dass sie ein Defensivproblem haben? Und die zweite Frage dann, braucht Al Ahli dann einen Innenverteidiger oder einen Defensivspieler, dann da es dann aktuell nicht so gut läuft hinten? Jetzt ist ja nicht Transferzeit, also wir können ja nicht einen Innenverteidiger holen. Jetzt also wissen wir, die, die hier sind, müssen wir aufbauen und versuchen da hinzukriegen, dass wir, es sind ja nicht nur die Innenverteidiger, die da schuld sind, ja, sondern das ganze Team. Und Nationalbank, also da sind wir ja betrogen worden, also das ist, war ein anderes Spiel, also das ist eine andere Geschichte, also ich glaube, das kann ja eigentlich normalerweise nicht sein. هو احنا دلوقتي ده مش وقت انتقالات عشان اقدر اتكلم معاه محتاج مين ومش محتاج مين. انا معايا لعيبه لازم اتعامل معاها، ولازم هي اللعيبه اللي موجوده دلوقتي هي اللي اتصرف واحاول اطلع منها احسن حاجه واشتغل معاهم احسن حاجه. ما عنديش مجال دلوقتي ان انا اتكلم على، مش هقدر اجيب حد دلوقتي، فانا اللي معايا هشتغل عليه. وعموما هي الدفاع مش مسؤوليه المساكين بس ولا مسؤوليه الخط الخلفي بس، بتبقى مسؤوليه الفرقه بالكامل. وبالتالي هنشتغل على ده، ولازم ان انا اشتغل عليه. بالنسبه لماتش البنك الاهلي، انا ماتش البنك الاهلي كده كده بعتبر ان احنا خسرنا بفعل فاعل، والتحكيم اكيد انتوا عارفين اللي حصل في الماتش ده، مش هتكلم عليه. لكن خلاص الماتش ده عدى، زي ما قلت لحضرتك احنا كده كده لازم نشتغل على المدافعين اللي معايا دلوقتي واطلع منهم احسن حاجه. كوتش، النهارده شفنا كهربا بمشاركه اسامه ابو علي ومشاركه موريس يسجل هدفين، وكنت ذكرت قبل كده ان كهربا الترتيب الثالث في المهاجمين المهاجمين النادي الاهلي. هل بعد الماتش تغيرت؟ ممكن تغير قناعات الماتش ان ممكن يكون في تغيير في ترتيب مهاجمين النادي الاهلي؟ Sie haben dann, heute hat Kahraba zwei Tore geschossen in der Anwesenheit von Wissam und von Toni. Und Sie hatten vor ein paar Wochen gesagt, dass Kahraba ist der Stürmer Nummer 3. Nachdem er heute dann zwei Tore geschossen hat, haben Sie dann das Ranking von den Stürmern geändert? Ich möchte auch da nicht irgendwie ein Ranking machen. Also, heute waren alle drei mit dabei und es ist aus einer Verletzung gekommen. Und wir werden das weiter anschauen. Und ja, hat das heute gut gemacht und dementsprechend ja, gibt es auch da keine Nummerierung. Das war am Anfang, da war er noch nicht fit, da war er noch nicht so weit, aber jetzt hat er gut gearbeitet und dementsprechend ja, muss ich dann schauen, wie ich das löse. هو انا دلوقتي ما عنديش ترتيب، موضوع الترتيب ده كان سابق، لكن دلوقتي انا ما عنديش ترتيب. الثلاثه بيلعبوا، الثلاثه كانوا في الملعب النهارده، وسام راجع من اصابه وبيحاول يرجع، لعب شويه كويس النهارده او بيحاول. كهربا عمل ماتش كويس قوي النهارده وجاب جونين، فانا ما عنديش ترتيب حاليا.
الجاهز والافضل هو اللي هيلعب، ما فيش عندي ترتيب حاليا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بالزميل العزيز محمد الباز للحديث عن ارقام مباراه اليوم. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن عماد. مساء الخير كباتن. هارد لك طبعا، تعادل بطعم الخساره. الارقام بتقول ان امبي ما جاتش النهارده، صحيح يعني، والهدفين من ضربات ثابته او ضربه عرضيه متحركه زي ما شفنا قبل المباراه كابتن. صحيح. حضرتك تفتكر عرضنا اهم نقاط القوه عند امبي، وكنا وضحنا في ماتش الاسماعيلي، ماتش المقاولين، ماتش الزمالك، كانت من كرات ثابته، من ضربات ركنيه، حتى رميه التماس بيلعبوها بشكل ضربات ركنيه. هو بيلعب على دي، بيلعب على دي. صحيح. بيكون عنده، حتى الخصم بيكون عنده زياده عدديه بيلعبوها بشكل، بيتحركوا بشكل كويس جدا وبيستغلوها. صحيح. وده اللي عملوه النهارده. ارقام المباراه كلها بتقول، حتى في الشوط الاول كنا الاستحواذ للنادي الاهلي 72%. عايز اقول لحضرتك حتى التمريرات عندهم 92 تمريره صحيحه فقط من 110 تمريره في الشوط الاول لامبي، مقابل 225 تمريره النادي الاهلي. بتكلم على الشوط الاول بس، استحواذ، تفوق، تسديدات، كل الارقام دي. ولكن بالنسبه لنا احنا كلنا طبعا يعتبر سلبيه، مهما كانت ايجابيه من الناحيه الفنيه او التكتيكيه، ولكن طبعا سلبيه وهي خساره الثلاث نقاط. سريعا يا كابتن ايمن، هنخش في احصائيه المباراه علشان برضو نبص على اهم النقاط الفنيه من ناحيه الارقام. النهارده 2-2 خسارة طبعا، نقطتين مهمين جدا. الاستحواذ بقى بعد نهاية المباراة 69 للنادي الأهلي مقابل 31، كنا بنقول الشوط الأولاني 72 للنادي الأهلي. أخطاء 11 ضد الأهلي، 6 ضد إنبي. 5 ركنيات للأهلي، هو ركنية وحيدة اللي جابوا منها جون، حتى الجون الأولاني كان عرضية متحركة زي ما قلنا. تسلل الأهلي وقع في 3 تسللات مقابل 4 لإنبي. المحاولات بقى 18 تسديدة من نادي الأهلي، منهم 8 اون تارجت، يعني كلمة 8 بس يا كابتن أيمن. شفنا الماتشات اللي فاتت رغم التفوق وفوز الأهلي كان بيبقى 5 اون تارجت، النهارده 8 اون تارجت للأسف. 7 الإنبي، 3 فقط اون تارجت على الثلاث خشبات. فرص النادي الأهلي النهارده فيه 13 فرصة، وكان بيعكس إن الإكس جي عندنا كان نصل يعني لهدفين ونص، أو يعني نقارب من الثلاث أهداف. بالنسبة لإنبي 5 فرص، أنا بتكلم فرص بشكل عام، يعني منهم فرصتين 3 محققين للنادي الأهلي من ال 13. الإكس جي عند نادي إنبي يعني قد يصل لهدف ونص أو هدفين. التمريرات الصحيحة 567 تمريرة النهاردة النادي الأهلي صحيحة، من يعني تفوقنا 650 تمريرة بشكل عام، بس دول التمريرات الصحيحة بنسبة دقة 85%. امبي 203 تمرير، دي معناه ان هم اصلا ما مسكوش الكره، يعني لو قسمناهم الشوط الاولاني كان عندهم 98 او 92 تمريره فقط صحيحه. اجمالي الشوطين 203 تمريره يعني مقابل 567 تمريره، يعني ارقام بتتحدث عن نفسها، بس يعني للاسف هم اهم حاجه الفوز في النهايه. اما التمريرات الطوليه، كان في تمريرات طوليه بشكل كبير جدا النهارده عند الفرقتين، يعني لاحظنا في الشوط الاول ما فيش البيلد اب في حاله حاسه الكوره بشكل سليم، الشورت باسس يعني كانت يعني للاسف اعتماد بشكل كبير على الكرات الطوليه عند الفرقتين للامانه. ولكن الاهلي الدقه شويه كانت 65% مقابل 42% دقه عند امبي. العرضيات النهارده احنا عملنا 27 عرضيه، يعني رقم كبير، 9 منهم بس بشكل صحيح، 33% دقه عند امبي. 15 عرضيه، يعني احنا يعتبر يعني قد يكون النص، يعني 4 بس صحيحه بنسبة 27%. حتى دريملينج النهارده المراوغات كانت عندنا يعني بشكل يعني اكثر دقة منهم، كان عندهم 15 برضو، 7 منهم صحيحة بنسبة 27%. تصديات حراس المرمى 6 تصديات لحارس امبي النهارده، بالنسبة لمصطفى شوبير هي تصدي واحد سليم صحيح. الاعتراضات النهارده وابعاد الكرة، احنا كان عندنا 5 اعتراضات يعني قطعنا بيهم الكرة واخرجنا الكرة من منطقتنا، كانت 11 مرة، هم بقى 31 مرة. 31 مرة ده رقم كبير جدا، بيثبت لك ان الاهلي كان فيه مسيطر بالظبط. صحيح. يعني ده سريعا كده الارقام، يعني تبدو ان هو الاهلي متفوق من ناحيه الحاجات النقاط الفنيه، ولكن زي ما قلنا خساره النقطتين يعني صحيح. تلغي كل هذه الارقام الناجحه يعني بالنسبه للاهلي. هارد لك، ويعني ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. احنا لسه 9 مباريات، ولكن عايزين نحذر من حاجه مهمه قبل ما نختم. احنا استقبلنا 11 هدف صحيح في 9 مباريات صحيح. بس
هنقف عند النقطة دي. صحيح. شكرا جزيلا، والقادم أفضل إن شاء الله بإذن الله يا محمد. صح حضرتك طيبين. الله يخليك وأنت طيب. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالة التحكيمية، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي الرحمن، وكابتن احمد بلال. الله يخليك. اهلا بيك كابتن. كابتن ايمن، النهارده طارق مجدي وطاقم التحكيم. سريعا كده، يمكن ما عندناش حالات كتير قوي كابتن شريف، ولكن عاوز اقول ان هي اداره تحكيميه جيده كابتن اسامه النهارده، ما فيش اختبارات كتيره قوي، وقدر طارق مجدي النهارده مع طاقم التحكيم ان هم يعني يمشي المباراه بدون اخطاء تحكيميه مؤثره في المباراه. يحسب لطاقم التحكيم وطاقم الفار هذه المباراه مباراه تحكيميا جيده كابتن عادل. جاي ثلاث حالات، يمكن فيهم حالات تحكيميه، ثقافه تحكيميه. كره كابتن شريف معانا هنا محمود ابو الرجال حكم المساعد كابتن اسامه، عشان بس نقول في فرق ما بين هنا كابتن الكره بتتلعب رمي التماس لإمبي. كابتن عادل خليك بس معايا في النقطه دي مهمه قوي. في فرق لما يكون اللعب اثناء المباراه كابتن عادل وهجمه رايحه وفي كره في الملعب. كابتن بلال بنقول ايه؟ لو الكره اللي في الملعب ما اثرتش على الكره اللي هي في الهجمه يستمر اللعب. كابتن نفرق بس عشان ايه؟ صح. البعض يقول ايه؟ هو ليه محمود ابو الرجال هنا اشار كره في اتجاه، هقول ليه هنا محمود ابو الرجال اشار واعتراض من لاعبي انبي او الجهاز الفني لانبي على ان ديت المفروض كان اللاعب الحكم يخلي اللعب يتواصل. هنا كان اللعب واقف يا كابتن بلال، لعب واقف، وانا كحكم مساعد شايف ان في كوره هنا، وقبل ما اللعب يستأنف خالص مفيش هجمه، انا من حقي كحكم مساعد هنا اتصرف واقول لا اقف وما العبش الاستئناف. ولكن هنا انا بقول لو انت بلال رايح بكوره ورايح هجمه وحد حط الكوره ديت ناحيه اللعب عندك، لو تدخلت الكره دي في الهجمه انا معاك الحكم يوقف. لكن هنا بالشكل دوت، هنا كان محمود ابو الرجال كان عنده قرار صحيح ان هنا كان في استئناف، وبالتالي هنا انا بحيي طبعا محمود ابو الرجال الحكم مساعد ان هو رجع تاني رميه التماس، وبالتالي هنا كان قرار صحيح من الحكم وكان قرار صحيح من المساعد. الحاله بعد كده بنشوفها هنا في طاهر محمد طاهر. شوف هنا اولا بنتكلم على تمركز الحكم كابتن شريف يا كابتن عادل، وانا دايما لما يكون في تمركز جيد للحكم كابتن بلال اكيد بيبقى عنده تفاصيل الحاله. شوف هنا، هل تمت مخالفه هنا في هذه الحاله من المدافع انبي ولا كان هناك سقوط نتيجه التنافس العادل؟ مهم جدا. هنا بنشوف هنا طاهر دخل وحط الكوره كابتن عادل، وهنا بنشوف هنا هل في مخالفه تمت هنا، هل في رجل اتحطت، هل في اي حاجه؟ شايف هنا هو ليه احنا ما بنوقفش اللعبه عند هنوقف يا كابتن. هنا بنشوف هنا نشوف هنا حاله مهمه جدا. هنا اولا بس انا عاوز اروح لطارق مجدي، تمركزه كان جيد جدا جدا جدا. شوف هنا اللعبه هنا سكوت، هذا السكوت انا شايف من وجهه نظري سكوت استمرار اللعب كان قرار صحيح للحكم، مفيش مخالفه، مفيش شد، مفيش عرقله من تحت، وبالتالي هنا نشوف هنا السكوت، هنا السكوت وده تنافس عادل، تنافس عادي جدا في الكوره يا كابتن، وبالتالي هنا قرار صحيح من الحكم، وكان الفار كمان موجود اكد على صحه القرار بعدم وجود مخالفه. الحاله اللي بعد كده عندنا حاله مهمه جدا، حاله مهمه كابتن عادل وانت كنت مدرب وكابتن اسامه وكابتن بلال وكابتن شريف، هرجع تاني هنا، ودي ثقافه للعيبه بقى كابتن. صح. هنا كان في مخالفه فاول، تمام، هل مطلوب مني انا كلاعب استنى اللعيبه ترجع مكانها؟ نشوف هنا تصرف سريع من حطت واتلعبت على طول، واتلعبت على طول. هنا حصل منها هدف، وانا بقول هنا هدف كهربا يحسب للحكم، لان الحكم هنا ماليش علاقه، في مخالفه تمت، انا كحكم استلاف سريع، اللعبه اتلعبت، وبالتالي هنا كان الحكم هنا كان قرار صحيح. هم اعترضوا كابتن اسامه، بعض اللعيبه اعترضت على الحكم في ان هنا كره اتلعبت بسرعه. لا، انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، هي كره القدم كده لما يبقى في مخالفه، نشوف هنا المخالفه اتلعبت على طول من لاعب الاهلي، هو لاعب الاهلي يمكن عنده ثقافه وفاهم، وبالتالي هنا ما وقفش طارق مجدي. خلي بالك ممكن حكم تاني كابتن عادل يعمل حاجه، يروح موقف صح ومرجع تاني عشان يخاف لا تيجي منها جون وتبقى مشكله، ولكن انا بحيي الحكم هنا ان هو عنده ثقافه وفهم القانون وخلى اللعب توصل. بشكل عام كابتن ايمن بنقول
فيش اخطاء كابتن شريف النهارده تحكيميه. التحكيم بالكامل سواء طارق مجدي او محمود ابو رجال او خالد حسين او محمود وفا، الفار محمود بسيوني ومحمد يوسف قدموا المباراه بشكل جيد. نتمنى طبعا التوفيق للتحكيم المصري في المباراه القادمه يا كابتن عادل. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، وكل سنه وحضرتك طيب. سنة طيب. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. طيب كابتن شريف، كلمه اخيره، في مباراه بعد يومين، فمباراه للنسيان، ولكن علينا الاستفاده من الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي النهارده. انا هاخد من كلامك ايمن الاستفاده. الاستفاده بقى احنا بنتفرج على هاف تايم، خدت بالك، اول، وبنتفرج على هاف تايم تاني، عايزين نستفيد من حكايه التاخر اللي احنا بنبقى فيه ده. واذا كان مستر كوره اتكلم على اللاعبين، فانت كمان لازم تحط اجمل تشكيل عندك في كل مباراه بتبتديها، وان شاء الله نستفيد زي ما انت قلت في المباريات. اعتى الفرق بتتغلب وبتتعادل، بس الفاينل في الحكايه ان يكون الافضليه ليك انت. صحيح. والاسبقيه ليك انت. صحيح يا كابتن شريف. كل سنه وانتم طيبين. طب الصحه والسلامه يا كابتن اسامه. هارد لك الكره فيها كده، ولكن احنا وقعنا في اخطاء كتيره النهارده، خاصة موضوع البدايات والتشكيل والتغييرات وكده، والفرص السهلة اللي بنضيعها رغم ان هي كانت في المتناول جدا. نتمنى الأخطاء دي نتداركها الفترة الجاية، والماتش الجاي إن شاء الله نقدر نصلحها ونكسب بإذن الله. كابتن عادل، يعني هكذا كرة القدم، لازم نحترم أحكامها. لما تديها هتديك قوي، لما هيبقى في تكاسل حاجه بسيطه دي النتيجه بتاعتها، ولكن في الاخر انت بتتكلم، انت رايح على شهر حاسم في تاريخ الفريق في الوقت السنه دي، يعني في تاريخ الفريق السنه دي. ان شاء الله نحسن ونحسن مباريات الدوري ونستعد لمباريات الدوري قوي، وان شاء الله افريقيا يعني باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، مباراه صعبه، نتيجه سيئه، أداء غير متوقع من لعيبة النادي الأهلي. لازم نعرف أن المباريات اللي جاية كلها هتبقى صعبة جدا، لأن طبعا الفرق كلها تبقى مستعدة بشكل كبير جدا. الفرق كلها لعبت 16 مباراة، يعني خاضت يعني أكتر من يعني تقريبا نص الجولة ونص الدوري، وبالتالي نص تاني بيكون صعب جدا جدا على كل الفرق. فأنا أتمنى التركيز بشكل كبير جدا في الدوري إن شاء الله، عشان نقدر نكسب الدوري. كل مباراة مؤجلة بالنسبة لنا هي مباراة فاينل أو مباراة كاس. مباراة كوس. لازم بالظبط لازم نحصل على الثلاث نقاط بالتوفيق الماتشات اللي جاية بإذن الله. أتمنى إن شاء الله من لعيبة الأهلي يعني يكونوا زي ما قالوا كباتننا كبار. هو طبعا ضاع فوز ثمين من النادي الأهلي النهارده، ومش عايز أقول إن الدوري في خطر، ولكن المقولة دي لازم تتقال من بدري. الدوري لو مشيت الامور بالشكل ده، طبعا الهزيمه قد تكون وارده، التعادل قد يكون وارد، بس لازم يكون في وقفه مننا كلاعيبه. الجهاز الفني ليه شغله، مش هتكلم في الجهاز الفني، انا بتكلم كلاعيب في النادي الاهلي. انت ليك دور في الملعب وليك دور بره الملعب، لازم زي ما قالوا كباتننا لازم يكون في قائد، اكتر من قائد في الملعب. الفرصه ما زالت في ايدينا، الفرصه ما زالت في ايدينا. شخصية النادي الأهلي في أحيان كتير هي اللي بتحسم الأمور، كانت غايبة في بعض الفترات النهاردة وفي فترات حاسمة، لازم تبقى موجودة علشان ما نندمش بعد كده. احنا بنتكلم من بدري، بنتكلم إخواننا اللعيبة، لعيبة النادي الأهلي، الفرصة ما زالت في إيدينا، ولكن الدوري في خطر. لازم نبتدي من دلوقتي، التركيز يبقى عالي، شخصية النادي الأهلي في الملعب هي اللي تفرض السيطرة، هي اللي بتحسم الأمور. لازم من دلوقتي خلاص، الماتشين راحوا، ماتش البنك الأهلي والماتش اللي جاي والماتش اللي بتاع النهارده بتاع إنبي، خلاص بس علينا نستفيد من أخطائنا، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله رب العالمين. كابتن شريف بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني. بشكرك وبشكر كباتن، كل سنة طيبين يا كباتن، وعيد سعيد علينا إن شاء الله بإذن الله. كابتن عبد الرحمن، كل سنه وانتم طيبين يا كابتن، والامه الاسلاميه كلها بخير. كابتن اسامه عربي، شكرا يا كابتن، كل سنه وانتم طيبين. وكل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه، وطبعا في مقدمتها مصر بخير
وكل الناس تتحقق اللي هي عايزاه ان شاء الله. كابتن بلال شكرا. كابتن كل سنه وانت طيب. شكرا كابتن ايمن وانت طيب يا رب وبخير، وكل الكباتن بخير وصحه يا رب وعيد سعيد على كل الامه الاسلاميه. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.